بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سوف ننجز تمارين التطبيقات الكتابية، الصفحة 206 من كتاب المفيد في اللغة العربية المستوى الثالث ابتدائي. أنجز على دفتري. أدرج في الجدول 4 أسماء مفردة و4 جموع مما يأتي. إذا سوف نقرأ هذا النص القصير وندرج 4 أسماء مفردة و4 جموع في هذا الجدول. مرت الطائرة فوق الصحراء المغربية ذات الرمال الذهبية، فشاهد سعدان قوافل الإبل ورأى الرياديين من دول مختلفة في مدينة الداخلة. سعد بما رأى وقرر أن يبقى بها أسبوعا. إذا مرت الطائرة، الطائرة اسم مفرد. فوق الصحراء، نعم الصحراء كذلك كلمة مفردة. المغربية ذات الرمال الذهبية، فشاهد سعدان قوافل الإبل ورأى الرياديين من دول مختلفة في مدينتي. إذا ننتقل إلى كلمات التي تدل على الجمع. مرت الطائرة فوق الصحراء المغربية ذات الرمال، إذا الرمال الذهبية، فشاهد سعدان قوافل الإبل ورأى الرياديين من دول مختلفة في مدينة الداخلة. سعد بما رأى وقرر أن يبقى بها أسبوعا. إذن 4 كلمات مفردة: الطائرة، الصحراء، المغربية، مدينة. 4 جموع: الرمال، قوافل، الرياديين، دول. أكتب في الفراغ لم أو لا وأشكل ما كتب بالأحمر. إذن فراغ، تكون متهورا يا سعدان، وفراغ، تفتخر بتحليقك في الفضاء فإنك فراغ، تتهيأ للطيران، وفراغ، تصنع طائرة لأنك كنت تحلم فقط. إذن تكون متهورا، هنا النهي، يعني لا تكن متهورا يا سعدان، لا تكن متهورا يا سعدان، وتفتخر بتحليقك في الفضاء، ولا تفتخر بتحليقك في الفضاء فإنك لم تتهيأ للطيران ولم تصنع طائرة لأنك كنت تحلم فقط. إذن لا تدل على النهي، لم تدل على النفي. إذن لا تكن متهورا، لا تفتخر، يعني النهي، ولم تدل على النفي، لم تتهيأ للطيران، يعني أن سعدان غير مهيأ للطيران. لم تصنع، يعني أنه لم يصنع طائرة لأنه كان يحلم. لا تكن متهورا يا سعدان،
ولا تفتخر بتحليقك في الفضاء، فإنك لم تتهيأ للطيران ولم تصنع طائرة، لأنك كنت تحلم فقط. أنسج على غرار الأسلوب الآتي: لماذا لا أحاول أن أصنع طائرة أطوف بها حول العالم؟ لماذا لا أحاول أن أقوم بجولة في الصحراء المغربية؟ لماذا لا أحاول أن أقوم بجولة في الصحراء المغربية؟ أصل كل كلمة بالمعنى المناسب لفعلها. إذن هناك جمال وهناك يعني معنى مناسب لهذه الجمل. حلق الطائر حلق شعره، حلق بالكرة لصديقه. إذن هناك يعني كلمة أو فعل حلق يعني في هذه الجمل الثلاثة، ولكن معناها يختلف من جملة إلى أخرى حسب سياقه في الجملة. حلق الطائر حلق شعره، حلق بالكرة لصديقه، ارتفع واستدار، رمى بها إليه، قصه وزينه. ارتفع واستدار، رمى بها إليه، قصه وزينه. إذن حلق الطائر، ما معنى حلق الطائر؟ هل معناها ارتفع واستدار، أم رمى بها إليه، أم قصه وزينه؟ هنا حلق الطائر بمعنى ارتفع واستدار، يعني طار في الهواء. إذن حلق الطائر بمعنى ارتفع واستدار. حلق شعره، حلق شعره، هل معناه رمى بها إليه، أم قصه وزينه؟ إذن حلق شعره، قصه وزينه، حلق شعره عند الحلاق، حلق شعره بمعنى قصه وزينه. حلق بالكرة لصديقه، حلق بالكرة لصديقه يعني ألقى بالكرة، رمى بالكرة يعني لصديقه، رمى بها إليه. إذا حلق بالكرة لصديقه بمعنى رمى بها إليه. حلق الطائر ارتفع واستدار، حلق شعره، قصه وزينه، حلق بالكرة لصديقه، رمى بها إليه. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.